التواصل إذن مشاهدينا الكرام في منافسات هذه الأمسية الرائعة، أمسية كأس الكؤوس بحضور سيدي أبو راشد حفظه الله ورعاه، في انطلاقاتنا المسائية التي جمعت هذه الأقطاب الرياضية نحو الأهداف المنشودة في التلاقي في المنافسة بين هذه الشعارات العملاقة. نهدي هجن العاصفة هذا الفوز والانتصار، كذلك هجن الشحانية، وكذلك هجن الرياسة في أمسية رائعة، في أمسية من أماسي رموز كأس الكؤوس ورموز ختامي المرموم 2023. أهلا وسهلا بكل الأحبة، أهلا وسهلا بكل من يتابع برنامج هذا السباق في هذه الأمسية التي جمعتنا وتجمعنا سويا بإذن الله تعالى. إلى مقدمة الشوط وبندقية الجعدان المفتوح، حيث نذهب إلى هذه الشعارات، إلى هذه النواميس التي من خلالها تسير وتذهب عن بندقية ورمز لهذه المؤسسات العملاقة. الوعب يتقدم لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري، مسيطرا وخاطفا ناموسي هذا الشوط، بينما المركز الثاني مبشر لهجن العاصفة بشر بالناموس مع تقرير لجماهير وعشاق هذه المؤسسة العملاقة. ياتي في التضمير غيات الهلالي في ظهور مستحق ومرتقب في هذا المساء، بينما المركز الثالث وصل شايم هجن العاصفة، غيات الهلالي ايضا في حضوره وتقدمه من خلال هذه المشاركة، بينما المركز الرابع هنا نجم من نجوم هذه الليلة هذا المضمر، حيث يقدم لنا السعدي لهجن الشحانية بقيادة فاران بن محمد بن قريعة المري، نجم من نجوم التضمير، حيث يختفي المركز الثاني في سجل المساء. غيث كان هنا من خلال المنافسات الصباحية في تحدي كبير. المركز الخامس الآن وصل من هجن الرياسة، حيث يتقدم بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وصل خذ المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه الأسماء اللي حضرت، هذه الأسماء اللي وصلت مشاهدينا الكرام. هنا جزيل لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، هذه الأسماء اللي ذكرناها في سجل هذا الشوط في أول ندى لمجرياته وتحدياته ونواميسه. ما شاء الله، نذهب إلى المقدمة. المركز الأول 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 راح بالتحدي، ما شاء الله، الوعب لهجن الشحانية في مقدمة الشوط وبقيادة المضمر والمتابع جار الله بن محمد بن عقيل المري، يتقدم إلى الصدارة والنواميس إلى هذا الملتقى، إلى حيث التفوق دائما في كل المنافسات والمشاركات. المركز الثاني، المركز الثاني هجن الشحانية يتسلل من الجانب الآخر، ها هو أصيل بقيادة محمد بن خالد العطية يتقدم ليقدم لنا أصيل من يحتل المركز الثاني، الثاني لهجن الشحانية. المركز الثالث هذا اللي وصلت، هذا اللي راح الآن هنا من خلال هذه اللحظات، شايم لهجن العاصفة حضر وخذ المركز الثالث مع غيات الهلالي. جزيل في المركز الرابع لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الخامس وصل مبشر هجن العاصفة وغيات الهلالي يدير عملية التضمير والتدريب في هذا الملتقى، في هذه المنافسة. ما شاء الله، هذه الخماسية، هذه الخماسية التي تجمع هذه الأسماء وهذه الأرقام إلى مستوى الكبار، إلى مستوى تحدياتي هذا الشوط بالمنافسة والتحدي والاستمرار في المنافسة. مشاهدينا الكرام، مع هذه اللحظة نذهب إلى المقدمة ونعود إلى البداية. ما شاء الله، البندقية أمامكم مشاهدينا الأعزاء متابعينا، كذلك المضمرين المقدمة. شوف شوف شوف، الصراع شحاني، الصراع شحاني حتى هذه اللحظات مع هذا اللقب، مع هذا اللقب اللي راحوا بالاثنين في المركز الاول. ما شاء الله، هنا اصيل، هنا كذلك المشارك الاخر من خلال المنافسه والتحدي في هذه اللحظات. الاثنين على قائمه الشوط ب
بوجود هذه الأسماء الوعب وأصيلة لهجن الشحانية بمختلف المضمرين البرنس جار الله بن محمد بن عقيل وكذلك الحوت محمد بن خالد العطية الاثنين على خط الاستقامة في ملتقى هذا الشوط. ها هو الأداء الجميل اللي يسير من خلاله بالمنافسة 4 كيلومترات تطوى صفحاتها سجلاتها، لكن عودة إلى المركز الثالث إلى شايم لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. اليوم فرح جماهيره ومحبينه مع هذا اللقاء المسائي اللي سلم على ند الشبه بتقرير مفصل من تقرير، بينما من خلال كاسي كؤوس الثنائية ما شاء الله المركز الرابع. هنا يأتي كذلك جزيل لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم إلى المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس هناك هجن العاصفة أو هنا تغيير من خلال هذه اللحظات، هجن الرياسة على المركز الخامس بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الشوط أصبح شوطين ما شاء الله. المقدمة شحانية بثنائية في هذا الملتقى ما شاء الله. على المركز الأول الوعب لازال مسيطر ولكن أصيل هنا يتقدم لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. يأتي هنا على الرقم 1 يروح إلى مقدمة الشوط، يذهب إلى الصدارة من خلال هذه اللحظات بصدارته بمقدمته. المركز الثاني الوعب لهجن الشحانية، هناك جار الله بن محمد بن عقيل المري ما شاء الله. الاثنين على خط 1.3 كيلومترات المتبقي على خط النهاية وأقل منها، حيث أن المسار الأول يتكلم من خلاله بالأدعم بالعنابي. المركز الثالث وصل أصيل أو جزيل لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. حضر في هذا الملتقى عندما يحضر المجازف في هذه اللحظات يحتل المركز الثالث، المركز الرابع هجن العاصفة، المركز الخامس وصل هملول لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. غير الى المركز الرابع، مبشر قادم لهجن العاصفة، وبشروني عنك ما يدرون عني ما دروا باللي شغل فكري وظني. هذه الخماسية حتى هذه اللحظات، لكن خلف الخمس هناك الاسماء المنتظرة اللي تصل في هذه اللحظات. يا سلام تحرك الميدان، لكن المقدمة شوف الصدارة 2 كيلومتر المتبقي وبوابة الانتصار ذهبت مع هجن الشحانية بالمركز الأول ما شاء الله. الوعب بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري. عاد أصيل تبادل على المراكز الأولى مع الحوت محمد بن خالد العطية. نشاهد الكادر الأول يذهب من خلاله هؤلاء الأسماء المضمرين إلى التلاقي والتحدي والتنافس نحو الفوز به. يعني ذهب المرموم برمز من رموز هذا الختامي. المركز الثالث واصل بن زيتون مع أصيل لهجن الرياسة، وجزيل لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه الثلاثية بين الحوت بين البرنس بين المجازف. يا سلام شوف المركز الرابع وصل أقوى المرشحين لهجني زعبيل إلى المركز الرابع، ولكن هملول لهجن الرياسة في المركز الخامس. أعود إلى الثنائية العنابية في المركز الأول والثاني بين هذا الأدعم الوعب أصيل في اللقاء ما شاء الله الجميل. يا سلام بندقية المحليات، أين السبيل إليك أيتها البندقية؟ مع من الوعب سيطر مع المجامعة المضمر جار الله بن محمد بن عقيل.
المري مقدمة الشوط، مقدمة الشوط، المركز الأول، لكن عاد أصيل، أصيل هجري الشحانية، خالد محمد بن خالد العطية، محمد بن خالد العطية، يا سلام، المركز الثالث، هداف، الهداف، الهداف، يحتل المركز الثالث لهجن العاصفة، غياث الهلالي من خلال الانطلاقة والتحدي، الله يا سلام، الهداف، ولكن الوعب مسيطر، الوعب مسيطر، الوعب مسيطر، الوعب مسيطر، هجري الشحانية، هجري الشحانية تكسب رمزين في هذا المساء، بندقية الجعدان المفتوح والمحليات الأصايل تذهب إلى الأدعم، إلى الأدعم، تهانينا والناموس لهذه المؤسسة والقائمين عليها، الله أصيل، أصيل، أصيل بقيادة الحوت، بقيادة الحوت، بقيادة الحوت البري ينتزع الناموس، ها هو الحوت يلتهم البندقية، يلتهم الذهب، يلتهم الذهب، تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للأدعم، تهانينا للأدعم على الفوز والانتصار، ها هو مشاهدي الأعزاء أصيل، أصيل، أصيل ينتزع بندقية المحليات الأصيلة، الأصيلة، الأصيل للأصيلة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، المركز الثاني الوعب لهجن الشحانية، المركز الثالث هداف لهجن العاصفة، المركز الرابع هملول لهجن الرياسة، والمركز الخامس كذلك عالي لهجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، برمزين من رموز المساء خطف الأدعم، هنا بعد ذلك بعد المفتوح يأتي لينتزع بندقية المحليات الأصايل من خلال هذا اللقاء المسائي الذي يجدد التنافس واللقاء الجميل. 12 دقيقة 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية، هو أصيل لهجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية ليكسب الناموس والأداء الجميل. المركز الثاني هجن العاصفة أيضا هو هجن الشحانية مع الوعب، 12 دقيقة 14 ثانية 9 أجزاء من الثانية، ثانينا كذلك للمضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري وصيفا على بندقية المحليات الأصايل. الهداف قطع المسافة 12 دقيقة 15 ثانية 4 أجزاء من الثانية، والتهنئة لهجن العاصفة وإلى المضمر غياث الهلالي في هذا الملتقى وفي هذا التحدي وفي هذا اللقاء التنافسي الودي الأصيل.